ودلوقتي هنعمل مع بعض عيش تورتيلا. فعندي هنا هعمل بيكنج باودر من غير خميره، دول 3 كوبايات من الدقيق، نص كوبايه يعني ربع كوبايه وشويه من الزيت، تلت كوبايه قولي كده يعني ربع كوبايه بس يعني خليك كريمه فيه شويه، ومعلقه بيكنج باودر صغيره، ورشه سكر، رشه ملح، وميه للعجن. خلاص كده ايوه 4 معالق زيت شاطرين يعني حوالي تلت كوبايه. يبقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم 3 كوبايات من الدقيق، معلقه بيكنج باودر صغيره، رشه سكر، ورشه الملح، وبعدين 4 معالق زيت بعد كده، وميه للعجن بس، ما فيهاش خميره، فيها بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج باودر. الزيت، مية، اهو بصوا كده، ادي كده العجينة، عجينة العيش التورتيلا، نلمها بس ايه نظبط كده الكور دي، طبعا مفيهاش خميرة بس لازم ترتاح، نريحها كده شوية. أنا عندي 3 كوبايات دول بيعملوا لك حوالي 6 7 كده من الأرغفة. بصوا بقى بنرق قوي العيش ده، يعني مش زي ما بنعمل العيش العادي، لا بنحاول نرقه أكتر، يعني بصوا بريحها كده حتى شوية، وبعدين العجيبة دي تاني. لما تلاقيها معاكي معصلجه رقي، سيبيها تريح وتعالي رقي تاني فيها. ده احنا عايزينه رقيق خالص، مش زي الفطير المشلتت، لا بس رقيق معقول قوي كده. اريحه بس ثواني كده، وبعدين ايه اجي اسوي فيهم بقى زي ما بسوي العيش العادي. طيب انا حفرت في دول ماشي، انا مش عايزه احط لها دقيق عشان الدقيق ما يتحرقش في الايه في الطاسه. طيب على ما تسخن بس الطاسه بس شويه عشان احطها